السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. الأولين والآخرين وكل وقت وحين. ميلانوما. الميلانوما طبعا يا جماعة عبارة عن malignant tumor طالع من الميلانو سايتس. وطبعا احنا بقى في النظاية عرفنا ايه هي الميلانو سايتس. الميلانوما بيني وبينكم يعني مش مهمة قوي، لان الانسنس بتاعها المفروض نادر. بس هو يا جماعة في السنين الاخيرة الميلانوما الانسنس بتاعها قاعد بيزيد بطريقة غريبة. بيعللوها الناس ان ده نتيجة الثقب اللي حصل في الاوزون ده. فنتج عن ذلك ان في اشعة ضارة جدا بيتعرض ليها البشر دلوقتي، نتج عنها زيادة الانسيدنس اوف ميلانوما. زي اي مالجنانت سكين ليجن بتحصل الحكاية دي اكتر في الرجالة فوق سن 40 سنة، بالذات في الفير سكين اللي بيتعرضوا لأشعة الشمس الحارقة في المناطق الحارة. على فكرة في حاجة غريبة قوي، ان الميلانوما عمرها ما تشافت ونوت ريكوردد اي حالة بيفور بيوبرتي، ما بتحصلش ابدا قبل بيوبرتي. اصبر بينكم يعني البيوبرتي عند سن 12 سنة، فالعيل دول يعني اتعرض للشمس قد ايه عشان تبقى بري كانسرس ويجيله ميلانوما. البري ديسبوزنج فاكتور بتاعها نفس البري ديسبوزنج فاكتورز بالظبط اللي احنا خدناها في البيزل سيل كارسينوما وفي السكوماس سيل كارسينوما. اهم حاجتين والتفاعل ما بين الاثنين الفير سكين، وزي ما انت عارفين اكتر فير سكين في الدنيا والناس البيض قوي قوي اللي هم اللي عندهم البينيزم دول. وطبعا احنا حاطين صورة للاخ السمارة ده جنبه ليه؟ لان كل ما كان السكين بتاع البني ادم دارك كل ما كان ده بروتكتيف اجينست سكين مالجنسي. عشان كده طبعا ستر ربنا يا جماعة ان الناس اللي عايشة في المناطق الحمراء كلهم بلاك ريسز، فطز بقى ياكش تنداع الشمس في البيئة بتاعتنا، احنا مأمنين نفسنا بالدارك سكين بتاعنا. وكنت قلت لكم قبل كده هو ان الحكاية الخطر بقى ان واحد اوروبي فير سكين ابيض خالص ويروح بقى يشتغل في اوساط افريقيا وحوالين خط الاستواء والمناطق الحارة دي قوي، فعلا ممكن ده بقى ايه ما يستحملش اشعة الشمس دي اللي مش متعود عليها ومش مهيئ لان هو يتعود عليها ولا يتعرض لها فيجيله الميلانوما. طبعا المرض ده كمان خطر جدا جدا اللي اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزم. دي الست دي يا جماعه عندها زيرو ديرما بيجمنتوزم دي جايبه لها مالتيبل مالجنانت ميلانوما، مالتيبل مالجنانت سكين ليجن. طبعا الاكسبوجر للالترا فايولت ريز طبعا و ريبيتد انجري اوف نيفاي. النيفاي دي لسه واخدين الفيديو اللي فات انها دي حاجه بناين وبسيطه وبتاع ونادر جدا جدا انها تتعرض انها تقلب مالجنت. بس لو في منطقه انجري زي ما اتفقنا منطقه حلاقه الدقن دي كل يوم قاعد بتكحت فيها وانت بتحلق دقنك بيني وبينك دون ممكن يخليها تقلب لميلانوما. في بعض انواع النيفاي اللي فيها الخلايا بتتكاثر، دي خطر. الميلانوسايتس لما بتتكاثر يا جماعه في حاجه بيناين هي بتتكاثر دلوقتي في حاجه بيناين زي الجانكشنال نيفاس كومباوند نيفاس والجاينت بيجمنتد نيفاي، بس التكاثر ده كله خلايا بيناين. بس انا ايش ضمني بقى الخلايا ما دام بتتكاثر لو طلعت بس منهم خليه واحده غريبه بقت ميلانوما. باثولوجيكالي العيانين دول طبعا ده مالجنانت تيومر، والمالجنانت تيومر ده بيطلع من الميلانوسايتس يا اما يطلع نوفي دي نوفو
في واحد عنده نورمال سكن، او ممكن تحصل اون توب اوف نيفس جانكشنال نيفس ولا كومباوند نيفس ولا الجاينت بيجمنتد نيفايديان، واحده منهم تقلب ملك. ايه الباثولوجي بقى والكلينيكال بيكتشر بتاعت الحكايه دي؟ طبعا اشهر نوع واكتر نوع دايما بنشوفه من المالجنانت ميلانوما ده هي نوع اسمه سوبرفيشال سبريدنج تايب، ده 65% من الحالات. عشان الام سي كيو ده الكومنست تايب على فكره، ده يعتبر كارسينوما ان سايتو على فكره. المالجنانت سيلز المالجنانت ميلانوسايتس بتسرح في الايبيديرمس بس فوق البيزمنت ممبرين، فمعناها دي الكومنست و 65% بس، تعتبر لو جريد مالجنانت. وشكلها بيكون كده بقى كلينيكالي، بيكون ايه؟ فلات او سلايتلي اليفيتد، والايدج بتاعها زي ما انت شايف الريجولار، وبتكون براون او بلاك انكر. اخطر نوع بقى الجاي ده نودولار تايب. ايه الخطوره بقى في دوان ده؟ المالجنانت ميلانوسايتس سرحت في الابيديرمس وراحت داخله على الديرمس وعملت الاف مؤلفه من الخلايا، زقت الابيديرمس اللي فوقيها، زقت الابيديرمس اللي فوقيها، فبقت فوق السطح بتاع الجلد بالمنظر دوان، عامله لك المالجنانت نودول، يتقال عليها نودولار تايب. وده عشان عملت انفلتريشن بقى للديرمس وبتتكاثر وخلايا كتير ورافع الابيديرمس وعاملة سويلينج اللي هي النجول دي. النوع ده على فكرة خطر جدا، والبرونس بتاعه طبعا زي الزفت. ده بيكون شكله ايه؟ طبعا في عندك دارك نجول، والنجول دي ريزد اباف ذا سيرفيس، وفي المستقبل كلها شوية هتبقى ألسريتد وتجيب لك دم كمان كمانيفستيشنز اوف مالجنانسي. في عندنا لينتيجو مالجنا. اللينتيجو مالجنا دي يا جماعة زي اللينتيجو اللي احنا كنا خدناها في البناين بيجمنتد ليجنز، غالبا بتحصل في الفيس او في الهاند، في الناس العواجيز، في لاد براون اريا. بيني وبينك هي الخلايا دي مالجنانت ميلانوسايتس، خلايا مالجنانت ميلانوسايتس موجودة في البيزل لير. بس انا والله اعرف ان اي خلايا مالجنة انت بتتكاثر وتكتر وتعمل سبريد. لا ده مالجنة انسي خيبان قوي يا جماعة، ده الليست مالجنة، يعني التكاثر بتاعه باطي موت يا حمار، لدرجة ان الخلايا بقى من كتر ما التكاثر بطيء الخلايا المالجنة انت بتموت وماي ريجريس وتخف لوحدها، او على الاقل تنها ستيشن. فالانتيجو مالجنا دي ذا ليست مالجنانت ميلانوما. في عندنا اكرال لينتيجيوس ميلانوما. الاكرال لينتيجيوس ميلانوما دي اكرال يا جماعه يعني طرفي في الاطراف، وعشان في الاطراف يبقى تحصل لك فين؟ في الفوت والليج وفي الهاند، وممكن تحصل كمان في النيل بيت، بالم صلب زفوت زي ده كده هون، وفي النيل بيت. ودي للأسف هايلي مالجنانت والبروجنوز بتاعها زي الطين. نيجي بقى الأقذر واحدة فيه، أقذر واحدة بقى هايلي مالجنانت مين؟ مالجنانت ميلانوسايتس اللي هي ما بتكونش ميلانين، فبيتقال عليها أميلانوتيك ميلانوما. هي ليه ما بتكونش ميلانين؟ الميلانوسايتس لو سألتها السؤال ده تقول لك ميلانين مين يا جدع، انت غور من وشي، انا فاضي اعمل لك ميلانين، انا مركزة في التكاثر السريع. فعشان كده هو دي تعتبر الموست مالجنانت اللي اسمها أميلانوتيك ميلانوما، خلايا مش فاضية تعمل ميلانين، دي فاضية للتكاثر والسبريد والضرر. وطبعا هي أخطر حاجة كمان عشان بتطلع في أماكن قذرة في الآي أو في المينينجيس،
أو ممكن تحصل في الميوكو كوتينيوس جانكشن عند الجانكشن ما بين السكن والميوكوزا، فوق خالص عند الليب أو تحت خالص عند الإينال كانال. التيومر ده هو بقى يا جماعة مايكروسكوبيكالي هيكون شكله إيه؟ مالجنانت ميلانوسايتس، شكلها بيكون شبه الإبيسيليوم، بيتقال عليها إبيسيليويد إن شيب أو سبيندل شيب، وقد تلاقي في الخلايا ميلانين أو ما تلاقيش فيها ميلانين. طبعا لو فيها ميلانين طبعا دي تبقى يعني إلى حد ما لو جريد مالجنانت. لو ما فيهاش ميلانين طبعا دي معناها زي ما اتفقنا انها مش فاضيه للميلانين والكلام الفارغ ده، فطبعا دي مركزه في التكاثر وهاي لمالجنا. بس انا بقى في البيوبسي لما اخد بيوبسي في حاجه زي الاميلانوتيك ميلانوما اعرف منين بقى دي ما دام ما فيهاش ميلانين؟ اعرف منين انها ميلانوسايتس؟ في الانزيمز بتاعه الميلانين بتكون موجوده جوه الخلايا، ودي بنقدر نعملها ديتكشن بايو كيميكال رياكشن اسمه دوبا رياكشن. فالدوبا رياكشن ده المفروض تكونوا خدتوه في يعني في البايو كيمستري، ودون ديتكتنج قدرة الخلايا على تكوين ميلانين حتى لو ما فيهاش ميلانين. نيجي بقى للكلاسيفيكيشن او الستيجنج بتاع الماليجنانت ميلانوما ده. هي اول واحد اسمه كلاركس. كلاركس قسم الميلانوما حسب الليفل بتاعها ازاي. كلاركس قال لك اول التيومر ما بيطلع بيطلع في الابيديرمس في البيزل لير، في هنا موجوده في البيزل لير دي في الميلانوسايتس. لو الكارسينوما فوق البيزمنت ممبرين وما عملتش سبريد لسه للبيزمنت ممبرين ولا الديرمس يبقى دي كارسينوما انسايتو ليفل 1 ده. لكن وطبعا ليفل 1 ده اكيد كارسينوما انسايتو زي اي مالجنس في الدنيا، ده احسن بروجنوزس ممكن. لكن بقى لو اتساب التيومر ده شويه هيعمل انفلتريشن بقى لمين؟ للديرمس. الديرمس في الهيستولوجي بيتكون من طبقتين، طبقه كده ليها صوابع كده هو ليها بروجكشنز فبيتقال عليها بابيلاري لير اللي هي البيضه ده هي، وبعدين في تحتها طبقه اسمها ريتيكولار لير البامبا ده هي. طبعا التيومر لو عمل سبريد للبابيلاري لير دي تبقى ليفل 2. لو التيومر عمل سبريد ما بين البابيلاري والريتيكولار لير يبقى ليفل 3. لو التيومر عمل سبريد للريتيكولار لير ده يبقى ليفل 4. لو التيومر بقى خلص الجلد ودخل في السبكوتينيوس تيشو لا خلاص ده احنا بقى ليفل 5. دي اسمها كلاركس كلاسيفيكيشن. احسن منها واهم منها والبروجنوسيس واقف عليها فعلا بقى مهم جدا كلاسيفيكيشن اسمها بريسيلو. بريسيلو كلاسيفيكيشن دون قال لك حسب السيكنس of the tumor بالمليمتر. لو تيومر لقيناه اقل من 1 ملي ودي على فكره بتتجاب بالمنظار بتاع الجلد اللي هو الديرموسكوب. لو السيكنس اوف ذا تيومر اقل من 1 ملي يبقى ده ليفل 1 وطبعا احسن بروجنوز. خد بالك ليفل 1 اقل من 1 ملي. طب ليفل 2 اقل من 2. ليفل 2 من 1 ل 2 ملي. ليفل 4 اكتر من 4 ملي. هتقول لي انت كده بتحمرق ليه؟ هتقول لي فين يا دكتور ليفل 3؟ ما هو ليفل 3 هيبقى ما بين الاثنين اللي فاتوا. ليفل 2 كان اقل من 2 ملي، ليفل 4 كان اكتر من 4 ملي، يبقى اكيد ليفل 3 اللي هو ايه؟ من 2 ل 4 ملي. عشان ما تحفظش الكلام ده وانا تتعب فيه اللي هو البريسيلو كلاسيفيكيشن، ليفل 1 اقل من 1 ملي في التخن بتاعه في السيكنس، ليفل 2 اقل من 2 ملي، ليفل 4 اكتر من 4 ملي، و3
التلاتة هتبقى ما بين 2 و 4 اللي هي من 2 ل 4 ملي في السيكنس بتاعه. ودي على فكرة في الام سي كيو بتيجي، واهم حاجة في البروجنوز بتاعة الميلانوما البريسيلو كلاسيفيكيشن ده اللي هو السيكنس. ايه الكومبليكيشن بتاعة الميلانوما يا جماعة؟ الكومبليكيشن بتاعة الميلانوما كان زي اي مالجنانس سبريد دايركت للسيرامين ستراكشر لينفاتيك. فاني قوي ولذيذ جدا في وفريد الصراحة في الليمفاتيك سبريد بتاعه الميلانوما ده هي ليه؟ تبص تلاقي الميلانوما بتعمل سبريد باي كلمة معتاد باي امبولايزيشن وباي بيرميشن. وطبعا انت قاعدين بقى في الجراحة وعارف امبولايزيشن الخلايا المالجنانت عاملة كتل امبولاي وطايرة في طيار الليمف عشان تروح على طول على الدرينينج ليمف نودز. التيومر ده بقى وهو بيعمل امبولايزيشن في اللور ليم مثلا المساحه كبيره قوي يا جماعه. تصور زي الاكرال تايب ده اللي هو في الطرف في الفوت ده ما بين الفوت والانجوينال ليمف نود ده فيه متر وشويه يا جماعه. فالامبولاي دي هتلاقيها طايره لحد فين؟ معقول هتطير من البرايمري اللي في الفوت لحد الانجوينال ليمف نود فمرة واحدة؟ لا. تبص تلاقي الامبولاي هنا هو طايرة في طيار الليمف وبعدين تقول لك انا هاخد ايه زي ما تكون ماشية في رحلة. انا هاخد هنا هو ترانزيت حاف وتكسر شوية. وبعد ما تكسر اكمل الرحلة بتاعتي. واما تكمل الرحلة بتاعتها تقول لا انا تعبت. تروح واقفة وعاملة تكسر شوية. فالونج الكورس اوف ليمفاتكس هتبص تلاقي فيه مالجنانت نودولز وشبهوها انها بالظبط زي ما يكون واحد في رحله او مسافر وبيقف ترانزيت فقالوا عليها ترانزيت نودولز. فشايفين الونج الكورس هنا في الصوره دي فيها برايمري في البوبليتيال فوس والبرايمري في البوبليتيال فوس ده بقى واحنا ماشيين الونج الكورس اوف ليمف فيسلز الانجوينال ليمف نودز نودولز اسمها ترانزيت نودولز. طب البرميشن بقى البرميشن احنا عارفين بقى سبريد باي برميشن ده احنا بنسحف على الجدار. فهنا مثلا تبص تلاقي ده البرايمري مالجنانت ميلانوما. المالجنانت ميلانوما دي بقى سرحت كده هون وبتسرح على الجدار في الليم فيسلز داير اللي حواليها. حصل ايه؟ تبص تلاقي المالجنانت سيلز هنا تكسرت وعملت سويلنج والمالجنانت سيلز هنا تكسرت وعملت سويلنج في الليمفاتكس اللي حوالين البرايمري. فبصوا عليها كده هو انا قال لك دي شبه ايه؟ شبه الارض وحواليها الاقمار الصناعيه اللي بتلف حواليها. فقالوا عن النودولز دي يا جماعه ستيلايت نودولز. فهنا الليمفاتيك سبريد فاني جدا وجود ستلايت نيدولز حوالين البرايمري او ترانزيت نيدولز الونج الليمف فيسلز اللي رايحه للدريننج ليمف نودز. بروزها ودي مهمه قوي على فكره. بلاد سبريد طبعا كالمعتاد ال 2 ال وال 2 بي اللي انت متعود عليها. النهايه بقى المؤسفه السريشن هيموريدج انيميا كاشيكسيا انفكشن ديس. ايه الكلينيكال بيكشر بتاعه العيانين دول؟ والله حسن هي الميلانوما دي نوفي ولا اون توب اوف بريفيوس نيفس؟ على فكره يا جماعه انا بتضايق قوي وبتشائم قوي والحكايه دي حصلت يعني بنتي والصراحه انا قلقت. كان عندها حسنه كده هون في ايه في دراعها. بصيت وانا قاعد كده هون جنبها قلت لها هي اللي بتاع دي ورمت كده ليه؟ rapid increase in size و انها تبقى itchy او painful. itchy او painful ده معناها irritation of surrounding receptors و surrounding nerve fibers. وبعد ما كانت حسن عادية طرية ممكن تحجر تبقى انديوريتد ولو اتثابت كلها شويه هتبص تلاقي في جروح حصلت عليها السريتد وبتجيب دم وممكن تشقق.
او البيجمنتيشن بتاعها تزيد او البيجمنتيشن بتاعها تزيد او البيجمنتيشن بتاعها تزيد او تبص تلاقي ابتدى يظهر حواليها كلاكيع تاني ستلايت نجول او الونج الكورس اوف لينف نود ابتدى يظهر ترانزيت نجول. فطبعا يا جماعه اي نيفس عندك يحصل فيها هذه التغيرات دي سجستيف فورم مالجنسي. طبعا بالنسبه لحكايه بنتي الحمد لله انا طبعا لما قلت رحت شايلها لها على طول والحمد لله طلع ما فيهاش حاجه، دي بس كان فيها شويه انفلاميشن وانا قلقت عليها. لو طلع بقى نوفي هيبقى المنظر عامل ازاي؟ بيجمنتد سكين ليجن، حاجه بقى جديده نوفي ما كانتش موجوده وظهر حاجه بني او اسود، والحاجه البني او اسود دي فادلت ورابيدلي جروينج وفيها الفيتشرز اللي فاتت دي بقى ألساريتد أو بينفول أو إتشي إلخ إلخ. زائد طبعا عنده ممكن تلاقي عنده manifestations of metastasis سواء كانت locally أو distally. العيان ده هون العيان ده هون يا ترى الديفرنشال دياجنوز بتاعه إيه؟ الديفرنشال دياجنوز بتاعه يا جماعة other causes of pigmented skin lesion. أولا طبعا التلاتة كارسينوما المشهورين الميلانوما وبيجمنتد بيزل سيل كارسينوما وبيجمنتد سكوما سيل كارسينوما، او الحاجه البناين الهاجايس لا تكون واحده من النيفاي جانكشنال وكل كومباوند او هيمنجيوما. وفي عندنا ساعات بيحصل في السكين نتيجه كورونيك انفلاميشن جرانيولوما وتبقى بيجمنتد جرانيولوما. يا ترى ايه الانفستيجيشنز اللي احنا هنحب نعملها عند وان؟ زي ما احنا متعودين بص بالمنظار ديرموسكوبي واعمل على الليجن ده دوبلر الترا ساوند. لو لقيت ان الليجن ده رايح له بلاد فيسل وديتكتد بالدوبلر دي على طول لازم تتشال بايوبسي، لان يا جماعه البناين ليجن بياخد بلاد سبلاي من اللي حواليه ونيوتريشن من اللي حواليه لان احنا صغار قد كده. كون يا جماعه بيجمنت سكين ليجن وكون رايح له بلاد سبلاي مخصوص لا ده يبقى دي غالبا مالجنسي، لان الميلانوما يا جماعه لو اكتر من 1 مللي بيبقى ليها بلاد سبلاي كان بي ديتكتد بالدوبلر، وعلى طول لو دوبلر بوزيتيف لقينا فيه بلاد فيسلز رايحه الحته دي تتشال على طول وتتفحص باثولوجيكالي. اكسيجن بايوبسي، اكسيجن بايوبسي طبعا ده لو حاجه صغيره وبالذات لو بعيد عن الفيس بنعمل اكسيجن بالثلاثه كده هو ميلي سيفتي مارجن بشويه الجلد والسبكوتينيوس تيشو اللي حواليها ويتعمل لها يا اما فروزن سيكشن يا اما بارفين سيكشن، ولو ان طبعا بارفين سيكشن زي ما انتم عارفين ادق. انسيجن بايوبسي لو كانت لارج ليجن بالذات لو كان في الفيس تاخد حته منها بالتيشو اللي حواليها. التريتمنت والله كالمعتاد اوبرابول ولا ان اوبرابول؟ اوبرابول اوبرابول يا جماعه برايمري تيومر. البرايمري تيومر هتعمل له ايه؟ والله حسب بقى السكنس ودي اهميه البريس ايه بسلو كلاسيفيكيشن دايما. لو التيومر ده اقل من 1 مللي كفايه اشيل سيفتي مارجن حواليها 1 سنتي. لو التيومر ده من 1 ل 4 مللي يبقى لازم اشيل حواليها 2 سنتي سيفتي مارجن. لو التيومر ده اكتر من 4 مللي في التخن بتاعه يبقى لازم تشيل حواليها 3 سنتي سيفتي مارجن. فهي اقل من 1 1 ل 4 اكتر من 4. وبالترتيب بتشيل سيفتي مارجن حواليك سنتي 2 سنتي 3 سنتي. طب الريجونال لينف نودز بقى الريجونال لينف نود هتعمل لها ايه؟ لو انا مش حاسس حاجه كلينيكالي زي مثلا المثال هنا هو
انجوانا الليمف نود مثلا انا مش حاسس في عيان، وعملت بايوبسي للسنتينل ليمف نود. وطبعا انتوا قدام في الجراحه عارفين ايه السنتينل ليمف نود. السنتينل ليمف نود دي اول ليمف نودز بتستقبل الليمفات الدرينج من مكان الليجن، ودي انتوا عارفين طبعا بنحن بقى صبغه زرقاء ونشوف الصبغه الزرقاء دي راحت لاول ليمف نود نروح شايلينها على طول. لو نيجاتيف كلينيكال الليمف نود والسنتينل ليمف نود نيجاتيف يبقى كفايه بس فولو اب. لكن لو الليمف نود كبيره وهارد ومحسوسه او السنتينل ليمف نود بوزيتيف يبقى سعادتك لازم تشيل الليمف نود ده هي دريننج المنطقه. وزي ما انتوا عارفين لما تشيل الدريننج ليمف نود دي بيتقال عليها راديكال ديسكشن اوف ذا ريجيونال ليمف نودز. بعد ما عالجنا البرايمري والسكندري بيلعب دور مهم انا هنا قوي البوست اوبراتيف كيمو سيرابي، وده عارفينه دواء بيقتل الخلايا المالجنت. اميونوثيرابي وده مهم، بحفز الاميون سيستم عشان يهاجم الخلايا الغريبه اللي فيه اللي هي المالجنت ميلانوسايتس ويقضي عليها. تارجت سيرابي، التارجت سيرابي ده بقى بيهاجم الجينز اللي مسؤوله عن الابنورماليتي وخلى الخلايا دي تتكاثر. هو بيهاجم الجينات اللي في المالجنان سيلز الغريبه وبيدمرها. ده التارجت سيرابي. ان ابرب الكيسز بقى بالياتيف كيمو سيرابي، بالياتيف اميونو سيرابي، بالياتيف تارجت سيرابي. واخيرا ممكن اعمل كمان بالياتيف ريسكشن للبرايمري تيومر والدريننج ليمف نودز. ويبقى دي الميلانوما. Thank you for good listening and good luck.